طيب السلام عليكم يا شباب، دلوقتي احنا هنبدأ في الاي سي سولفر سيت اب. انا كنت مدخل الداتا قبل كده فنبدأ فيه على طول. طيب الانجن سبيد 1500 ار بي ام، النمبر اوف الكرانك انجل دي بتتحسب اوتوماتيك مجرد ما انت دخلت، لو احنا رجعنا ورا هنا، مجرد ما انت دخلت الايلت فالف كلوز امتى والاكزيت فالف اوبن امتى، هو بيطرح ده من ده وبيطلع لك الكرانك انجل. طيب المرحله دي ليه هو بيحسب المرحله؟ زي ما احنا قلنا، من اول ما الايلت فالف كلوز لحد ما الاكزيت فالف اوبن حصل شوطين، حصل شوط الكومبريشن ستروك والباور ستروك، وده اللي يهمني، اللي حصل فيه عمليه الفيول انجكشن وعمليه الاحتراق والباور اللي خدته، فانا يهمني. طبعا كانت قبل المرحله دي كانت مرحله الانتيك، وبعد المرحله دي في مرحله الاكزوست، انا يهمني بقى ما بين ده وده، عشان كده هو بيحسب الكرانك انجل بتاعت المرحله دي. فالرقم ده بيتحط اوتوماتيك مجرد ما انت بتحط الايلت فالف كلوز امتى والاكزوست فالف اوبن امتى. السولر نمبر ده ليه علاقه بالانجولار فيلوستي بتاعت الاير اللي داخل، فبالتالي ده ما بدرسوش هنا، انا بهتم بيه لو انا بعمل بورت فلو سيميليشن زي ما احنا قلنا قبل كده. البورت فلو ده اللي بيهتم بالقله اير اللي داخل، خصائص الهواء اللي داخل، الانجولار فيلوستي بتاعته والفوليوم ماس فلو ريت وهكذا. طيب بالنسبه بقى للريد بروفايل فايل، انا هنا عاوز اقرا الماس فلو ريت بتاع الفيول اللي داخل والفيلوستي بتاعته. ليه؟ لان انا بعد كده هيطلب مني ان انا ادخل الفاليو بتاعت الحاجات دي، فاما هدخلها له عن طريق الفايل بتاعت اللي انا قاريها معرفها له، يا اما ادخلها كارقام كونستنت. طيب لو انا جيت اقراها من هنا، طب اجيبه ازاي؟ هو ده، استنى كده اجيبه لكم. طيب ده فايل بيقول لك الماس فلو ريت بتاعت الفيول انجكشن من اول 263 نقطه، ماشي بديفرنت واحد، يعني من اول 712 انجل لحد 742، وبعدين بيقول لك الماس ده الماس فلو ريت بقى بالكيلوجرام بير سكند طبعا. تمام. طيب بعد كده انا عاوز اقول له الفيلوستي بتاعت الفيول اللي داخل، نفس الكلام هقول له الانجل ماشي من 712 لحد 742، وبعدين اتكلم على قيمه الفيلوستي بالمتر بير سكند قد ايه. طيب عشان لو حد عاوز يفهم برضو، احنا ليه بنبدا من 712؟ ليه ما بنبداش من اول ما الايلت فالف كلوز هنا من اول 575، او ليه ما بنبداش من بدايه مرحله الفيول انجكشن؟ يبدا من هنا، من اول ما بيوصل للتوب ديد سنتر. ده اللي علاقه بال الفالفنج تايم بتاع الفيول بتاع السيستم كله اللي بيتحرك، اللي هو الايلت فالف والاكزيت فالف والفيول انجكشن. ان انا مثلا بعمل عمليه الحقن قبل ما بوصل للتوب ديد سنتر بفتره بكام درجه، يعني عشان اقدر اكسب جزء من عمليه الهاي بريشر والهاي تمبريتشر اللي هتحصل لي، لان انا لسه ما وصلتش للتوب ديد سنتر، فالبستول لسه بيبدا يتحرك لفوق، فبالتالي انا بزود من خصائص الفيول اللي داخل. ونفس الكلام طبعا عمليه الحقن بتخلص بعد فتره زمنيه، فعشان كده انا بفتح الفيول انجكشن مش بعد التوب ديد سنتر، لا ده قبله بفتره وبعد فتره. طيب ده المفروض انت الداتا دي عندك كاكسبيرمنتال، المفروض انا عامل اكسبيرمنتال عارف الفيول انجكشن بدايته امتى ونهايته امتى، وعارف الفيلوستي اللي داخله مقدارها بكام والماس فلو ريت مقدارها بكام. فانا مثلا انا جايب الداتا دي الاكسبيرمنتال معموله قبل كده، ادي الماس فلو ريت بتاعي، فعاوز امثل الفلو بالمنظر ده، عاوز اقول له من اول 712 بيبدا يزيد لحد تقريبا 0.016 يعني، او اقل من 0.016 يعني، لحد 742، ونفس الكلام الفيلوستي اللي هو اخره هيبقى 450. طيب فانا امثله الكلام زي ما احنا قلنا في التكست. تمام، بعرف الحاجه الانجل بتاعتي، وبعدين بعرف الماس بتاعتها، وبعدين الفيلوستي والانجل بتاعت الكرانك انجل بتاعت الفيلوستي بتبتدي امتى وتنتهي امتى، وبعدين قيمه الفيلوستي نفسها مقدارها كام. تمام. طيب وبعدين احفظ الفايل ده بصيغه الصيغه دي اللي هي البروف. تمام. وبعدين هقراها على
لو جينا فتحنا السيت اب تاني وجينا قرينا الريد بروفايل فايل، تمام، هما تقريبا كلهم زي بعض. فمثلا هناخده دي انا قريتها طبعا زي ما قلت لك بصيغه البروف عشان اقدر اقراها على الاي سي عندي. طبعا هنا ندخلها قبل كده فهو قال لي هي موجوده بالفعل يعني. تمام؟ طيب احنا كده خلصنا البيزك سيتنج، ندخل بقى على الفيزكس. احنا هنا هنتكلم عن الفيول اللي داخل. فمثلا انا عندي اللي هندرسه هو اللامينر فلو، مش هنتكلم على الان ستيدي فليمت، خلينا نشتغل في اللامينر. الفيول اللي داخل التمبل بتاعت الاي سي ما فيهاش غير الان هبتان والان اوكتان والميثان والديزل. فمثلا انا هدرس الفيول بتاع الديزل، تمام؟ يبقى عمليه الحقن كلها والحرق هتحصل للديزل مع الاير. طب لو انا عاوز اغير هدخل فيول مختلف، يبقى انا محتاج الشمكن فايل والثيرمال داتا فايل بتاعت الفيول اللي داخل. طب دي المفروض اجيبها منين؟ ايه الشمكن فايل والثيرمال داتا فايل؟ هو في لينك هنا، اللينك ده هتلاقي فيه كل يعني الفايل اللي انت محتاجها. مثلا لو انا عاوز احقن هيدروجين مثلا من ساين جاز اللي هو الكربون دي اكسيد والهيدروجين عشان اخد الهيدروجين كفيول يعني، فده هتلاقي الشنكن فايل بتاعته وهتلاقي الثيرمال داتا فايل بتاعته. طب ايه شكل الشنكن فايل ده؟ حاجة بالمنظر ده مثلا. بيبقى فيه الاليمنتس العناصر اللي هيحصل لها تفاعل جوه، مثلا ده بتاع الديزل فمفيش غير الكربون والاكسجين والهيدروجين والنيتروجين، تمام؟ وبعدين الكيميكال فورمولا السبيشيس يعني اللي هي الاكسجين والسي او 2 اللي هي هتبقى كلها موجوده في الكيميكال فورمولا بتاعته، وبعدين الرياكشن اللي بيحصل بالفاليوز بتاعته، تمام؟ ونفس الكلام في الثيرمال داتا. طيب زي ما قلت لك لو انت عاوز تجيب حاجه جاهزه فانا هبقى انزل اللينك ده، ممكن تاخد منه حاجه جاهزه لاي فيول انت عاوز تعمل له حق، تمام؟ حتى في بايو ديزل وباي فيول هنا برضه. طيب لو انا هشتغل، خلينا نشتغل كبيزك دلوقتي ان احنا هنشتغل اللايبراري اللي موجوده في الانسس، فاحنا هنشتغل بالديزل، تمام؟ هنبدأ بقى نعمل الكاركترستيك بتاعت الفيول اللي داخل. هنخليه طبعا يونيفورم. الدايمتر بتاعت النوزل دي هتلاقيها في الداتا عندك، مفروض انا موجودة عندي هنا الدايمتر بتاعت الانجكشن 0.3 مليمتر اللي هي دي، تمام؟ دي صيغه الفيول اللي انا هستخدمه. درجه الحراره بتاعت الفيول اللي داخل، الفيول بيبدا من حقن فين لحقن فين زي ما احنا قلنا من 712 742. طيب بالنسبه بقى للماس فلوريت، ده الماس فلوريت وده الفيلوستي. هنا بقى عندك حاجتين، يا اما تدخل ماس فلوريت كرقم ثابت، يا اما تدخله كرقم ثابت كده يعني لو قلت كونستانت يبقى انا هقول له ان من اول 712 لحد 742 حط لي الرقم ثابت، تمام؟ ماس فلوريت 0.5 كيلو جرام بير سكند، يبقى من اول ما تبدا الكرانك انجل 712 لحد 742 الماس فلوريت هيبقى ثابت. نفس الكلام لو انا عاوز الفلوس ثابت. لكن انا لو عاوز اخد الداتا اللي انا دخلتها عليا هنا الانجكشن ماس ده هو ده القيم بتاعت الماس انا دخلتها، خلاص هو هيعرف القيم دي. والفلوستي نفس الكلام، القيم بتاعت الفلوستي اللي انا دخلتها، يبقى انا براحتي لو انا عاوز اخد القيم اللي انا دخلتها او لو انا عاوز اجرب مثلا اشتغل كونستانت فاليو، تمام؟